طبعا الفيروس سي جاست ان هو وهو واقف بيعرف عنده احتمال لفيروس سي او لا، وبعد كده بنوجهه التحليل السريع ده. التحليل السريع ده زي تحليل السكر شكة بسيطة كده، وهو واقف بيعرف النتيجة. بعد كده لو لا قدر الله طلع ايجابي بنبعته يعمل حاجة اسمها الكونفيرميشن او التأكد. وفي المكان اللي هيعمل فيه اختبار التأكد لو لا قدر الله تأكدنا ان هو عنده فيروس سي هياخد العلاج من نفس المكان مجانا. العلاج ده انا عايزه بس اقول ان العلاج ده في العالم يتراوح ثمنه من 28 ل 80 الف دولار. 28 ل 80 الف دولار للفرد الكورس. مصر بعد ما دخل فيها تكنولوجيا تصنيع العقار ده قدرت الشركات الوطنيه وطبعا بمساعده الشركه الامريكيه اللي دخلته اول مره في 2014 او في اخر 2013 قدرت ان هي تنزل بالسعر اللي حوالي 800 جنيه. احنا هنشتغل مع تحيا مصر لان تحيا مصر من اكتر المنظمات الاهليه اللي بتشتري دواء او علاج فيروس سي بشكل يعني بشكل كويس. فاحنا متعاقدين مع تحيا مصر انها تشتري لنا الدواء للناس اللي هيطلع عليها فيروس سي. وطبعا احنا تحيا مصر مع منظمه الصحه العالميه هم المراقب الخارجي لحمله فيروس سي، وده عالميا في نوع من الشفافية ان انت بتوثق التجربة بمراقب خارجي مستقل سواء كان من جمعيات المجتمع المدني او من المنظمات الدولية زي منظمة الصحة العالمية.